بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع أسلوب التحذير والإغراء، هنا بيقول لي: تضم اللغة العربية العديد من الأساليب لتسهيل وصول المعنى وتأكيده، وهي جمل ذات تراكيب إنشائية صيغت لأغراض خاصة، ومنها أسلوب التحذير والإغراء. التحذير هو تنبيه المخاطب إلى أمر مكروه ليتجنبه. بحذرك، أقول لك إيه: إياك إياك والكذب، إياك إياك والغش، إياك والخيانة. والإغراء حث المخاطب على أمر محبوب ليفعل. أقول له مثلا: الصدق، الصدق منجاه لك في الدنيا والآخرة. الأمانة، الأمانة تنفعك بين الناس أو يحبك الناس. يبقى التحذير تنبيه المخاطب إلى أمر مكروه ليتجنبه. بنحذر بإياك. الإغراء حث المخاطب على أمر محبوب ليفعله. بكرره، وممكن أقول إياك إياك، أكررها للتأكيد. أو الكذب الكذب، يبقى هنا بحذر منه بالتكرار. هنا بيقول لي: لو رأينا طالبا يلوث الطاولة أو الجدار أو يسرف في استخدام الماء، كيف نحذره؟ بالمقابل، كيف أحبب طالبا في القراءة؟ هنا بيقول لي: عاوزك تجاوب شفهي. أقول له مثلا: إياك إياك وتلويث الطاولة هنا حتى لا تكون سيئة المنظر. أو أقول إياك وتلويث الجدار حتى لا يكون سيء المنظر. إياك. طيب، كيف أحبب طالبا في القراءة؟ أقول له: القراءة القراءة تفيدك كثيرا. القراءة القراءة، أنا إيه قررتها وعرفت إن هي هتفيده. أتأمل ما ورد في النص: إياك أن تحكمي على شيء قبل أن تجربيه. الكتاب الكتاب فإنه خير رفيق. خلي بالك بقى هنا: إياك أن تحكمي على شيء قبل أن تجربيه، والكتاب الكتاب فإنه خير رفيق. ما الفرق بين الأسلوبين؟ وأحاكي الجملتين. طيب، هنا بتقول لها إيه: إياك أن تحكمي. ده إيه؟ الأول أسلوب تحذير، والثاني أسلوب إغراء. أحاكي الجملتين عشان أقول: إياك والكذب، إياك والكذب، فإن عواقبه وخيمة. إياك والكذب، ده تحذير. قول له: الصدق الصدق فإنه منجاة. الصدق الصدق، دايما الأسلوب يكون مفتوح، من يكون عليه فتحة. الكذب الصدق، أقرأ وألاحظ الحركات، أقرأ وألاحظ الحركات.
نصح فواز نورة بالتزام الصدق، فقال لعبة: الصدق فإنه منجاة، الكذب فإن عواقبه وخيمة. الصدق الصدق فإنه منجاة، الكذب الكذب فإن عواقبه وخيمة. الصدق والأمانة، الكذب والنفاق. إياك والكذب. ولكي نميز بين أسلوب التحذير والإغراء من غير ما، نضع بداية الجملة احذر إن كان تحذيرا، والزم إن كان إغراء، ويستقيم المعنى. احذر إن كان تحذير، يعني إيه؟ كأنه بيقول له إيه؟ احذر الكذب، احذر الإيه؟ لكن لما أقول له إلزم الصدق فإنه منجاه، هل ينفع أقول له إلزم الكذب؟ لا، يبقى احذر الكذب فإن عواقبه وخيم. الصدق الصدق يبقى إيه؟ إلزم الصدق. الكذب الكذب يبقى احذر الكذب، تمام؟ يبقى إلزم مع الإغراء، واحذر مع التحذير. أكتبه في الفراغ على غرار ما تعلمته. أقول له: حثت هيفاء صديقتها قائلة: الصدق الصدق فإنه منجاة. هنا الوفاء الوفاء. فإنه يجعلك محبوبة. الأدب والاحترام مع رفيقاتك دايما يكون مفتوح. لو حطينا ضمة يبقى بقى ممكن يبقى مبتدأ وخبر. حذر علي صديقه قائلا: التكبر التكبر حتى لا يكرهك الناس. يكرهك. إياك والإسراف. حتى لا يضيع ماله. إياك أن تتتبع عيوب الناس. إياك الكذب. إياك والكذب فإنه خلق مذموم. انزل. أحذر أخي من الوقوع فيما يأتي باستعمال صور التحذير، الإفراط في الأكل. إياك والإفراط في الأكل. إياك والإفراط. التدخين. إياك إياك والتدخين. فأضراره كثيرة. إياك والوقوع في الحفرة. الوقوع حط عليه إيه؟ فتح. إياك والتدخين حط عليها فتح. الاقتراب من النار. إياك
إياك والاقتراب من النار. حطينا والاقتراب من النار. الإصرار. إياك والإسراف حتى لا يضيع مالك. طلبت المعلمة من الطالبات أن يستخدمن أسلوب الإغراء، فكانت الإجابة هند الجد والاجتهاد في طلب العلم. نورة الجد والاجتهاد من صفات الطالبة المثالية. فقالت المعلمة إحدى الإجابتين غير صحيحة. هند إجابتها صحيحة ونورة إجابتها غير صحيحة لأن الجد مبتدأ والاجتهاد خبر. وليست أسلوب إغراء. فأسلوب الإغراء يكون عليه فتحة. كده نكون خلصنا أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير. ما تنسوناش من اللايك والدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.